السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في دروس تعلم الفوركس. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى التحليل الأسبوعي لجميع فرص سوق العملات إن شاء الله. إذا أصدقائي نبدأ على بركة الله. إذا أول شيء USD GPY، إذا نظرنا إلى فريم اليوم أصدقائي بالنسبة للUSD GPY سنلاحظ أنه لدينا موجة دافعة ولدينا تصحيح موجة دافعة إلى الأعلى ثم هذا التصحيح. لاحظوا معي، هذا هو التصحيح وهذه الموجة الدافعة. تلاحظ الموجة الدافعة وتصحيح ب 1 2 3، ثم بعد كده 1 2 3 كونتراكتين فلات، ثم جاء هذا تم كسر هذا الكونتراكتين، وبعد ذلك لدينا هذه الموجة. فهناك احتمال كبير أن تأتي هذه الموجة على الأقل لتكسر هذه المنطقة أو هذه المنطقة قبل النزول لمرة أخيرة، وبعد ذلك يعني لإكمال هذا التصحيح. يعني سوف يعني للشرح أصدقائي فقط حتى تفهموا، لدي هذا الباترن الآن. هذا الباترن هو كونتراكتين فلات، وتعلمون أنه الكونتراكتين فلات أصدقائي صعب جدا أن نقوم بالفوركاست للكونتراكتين فلات، صعب جدا. لذلك لحد الساعة هذا بالنسبة لي كونتراكتين فلات. أوكي طيب، كيف سأقوم بأن أريد أن أشتري USD GPY؟ لأنه لدي موجة دافعة هنا، تلاحظون هذه موجة الدافعة، بالتالي أتوقع موجة أخرى دافعة إلى الأعلى. أوكي إذا هل كانت لدي أي فرصة للشراء؟ يعني لحد الساعة كل الفرص يعني لم تبقى لدي أي فرصة. لنلاحظ هذه الموجة كيف هي، بها هذا الباترن، يعني موجة دافعة ريجولار فلات ثم صعد، أعطاني هذا الإكسباندين. تلاحظون بالتالي هاتي هي 1 2 3، بالتالي هاتي هي الموجة الدافعة ولدي إكسباندين 1 2، وهنا لدي هاتي الموجة. بالتالي هناك احتمال كبير أن يصعد USD GPY من هات المنطقة. أوكي هناك احتمال كبير أن يصعد USD GPY من تلك المنطقة. بالتالي بالنسبة لي أنا USD GPY فهو للشراء على الأقل إلى هات المنطقة، إلى كسر هذا هنا، لأن هنا ربما تكتمل هذه الموجة، ربما يأتي يعني إلى هذه المنطقة ويعطيني 1 2 3، لأنه قد تكون هذه كلها هي التصحيح، هذه الموجة هي التصحيح، وبعد ذلك ينزل لمرة أخيرة قبل الصعود. أوكي لذلك يجب الحذر، وهذه هي ميزة أصدقائي تحليل الموجي. إذا الآن أنا أبحث عن شراء USD GPY، أبحث عن شراء USD GPY لنرى في فريم الساعة أو الأربع ساعات هل هناك أي شيء للدخول في صفقة الشراء. طيب إذا لاحظوا هنا ربما يعني أو منطقة يعني الآمنة التي أستطيع الدخول منها هي ربما هذه المنطقة، إذا تم كسر هذا الترند لاين وأعطاني تصحيحا. بالتالي هنا لاحظوا لدي موجة دافعة تصحيح، يعني أريد أن أرى يعني سيأتي لهذه المنطقة وبعد ذلك أريد أن أرى تصحيحا بهذه الطريقة قبل البدء في الدخول في الصفقات. أوكي إذا بالنسبة لي USD GPY فهو للشراء، أريد أن أرى هذا التصحيح قبل الدخول في الصفقة. طيب USD CHF أصدقائي فهو نحن في اتجاه هابط كما تلاحظون، أريد فقط أن أرى أين هي الموجة الدافعة. بالتالي موجة الدافعة هي هاتي، سأقوم بتحديد في فولاتي اكستنشن للهدف. اوكي اذا 127 لازلنا نفس 127، اذا بالتالي هذا هو التصحيح اكسباندين. تلاحظون هذا هو التصحيح اكسباندين. الهدف لو كنا قد بعناه من الاعلى فالهدف سيكون 127، لازلنا نفس 127 في ناتشي اكستنشن للموجه الدافعه. هاتي الموجه، لاحظوا هاتي الموجه. الان لدي موجه اولى، ثانيه، ثالثه، قد يكون هذا رانين فلات لكي يصبح لدينا 1 2 3، نصل على 127 وبعد ذلك نحصل على تصحيح كبير قبل الدخول في صفقات اخرى. بالتالي هنا سنبحث عن بيع USD CHF، سنبحث عن بيع USD CHF، ولكن لنرى متى سنبحث عن البيع USD CHF. اول شيء اريد ان يكسر لي هذه المنطقة، لانه هنا لدي هاتي الموجة. لاحظوا لدي هذا التصحيح، لدي هاتي الموجة، هاتي الموجة كبيرة، هاتي الموجة الدافعة كبيرة إلى هذه المنطقة. يعني يا إما هذا سيكون
هذا الباترن هذا سيكون رانين فلات وسيأتي السعر من هذه المنطقة ليعطيني 127 بلانش اكستنشن قبل يعني البدء في تصحيح كبير، أو يصعد ليعطيني اكسباندين فلات وبعد ذلك النزول، أو ينزل من هذه المنطقة إلى هنا يصعد ينزل يعطيني تصحيح بهذه الطريقة في هذه المنطقة. أوكي، يعني هناك ثلاث احتمالات أصدقائي، ثلاث احتمالات في هذا الباترن. طيب نذهب إلى فريم السعر لنرى كيف سنقوم بدخول في هذه الصفقة. لاحظوا كان التصحيح هو هذا، كان هذا هو التصحيح وكان مكتملان وكنا قد قمنا بالبيع من الأعلى وحصلنا على أرباح. طيب الآن ماذا أرى؟ أرى أنه لدي مجدفعة تصحيح مجدفعة، بعد ذلك لدي هذا البول باك قوي. هل هو يعني داخل في هذا الباترن راني الفلات وبعد ذلك سيصعد لي 19 في هذه المنطقة؟ ربما، لا أدري، هناك احتمال. أول احتمال بالنسبة لي الأقرب، الاحتمال الأقرب هو ربما يكون هذا كله تصحيح وقد ينزل USDCHF لموجة صغيرة إلى الأسفل ليكمل لي هذا الباتر. لاحظوا سأريكم الباتر، قد ينزل إلى هذه المنطقة يكمل لي هذا الباتر. تلاحظون هذا الباترن، بعد ذلك تصبح هذه الموجة الدافعة بها 1 2 3، وأنا أبحث عن موجة دافعة إلى الأعلى ليكمل الإكسباندين فلات أو رانين فلات لهذا التصحيح قبل البدء في البيع. بالتالي بالنسبة لي أنا سأبتعد عن اليوز دي ساش إف، لن ألمسه يعني سأبتعد عنه حتى أرى ما الذي سيفعله. أوكي طيب، هذا بالنسبة لليوز دي ساش إف، أو ربما هنا الآن فرصة للبيع من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة، يعني هناك تقريبا 23 بيبس للربح لا أكثر. USD CAD فريم اليومي، نعم في USD CAD لدينا هذا الباترن، وربما نبحث عن الشراء على المدى القصير. ربما يعني إذا كان هناك تصحيح هنا قد نقوم بالشراء إلى هذا الترند لاين إلى هذه المنطقة. هذا هو أول الهدف الذي لدي، لأن هناك احتمال كبير من أن نحصل على مثل هذه الموجة الدافعة هنا بعد انتهاء هذا التصحيح. نحن الآن في تصحيح، بالتالي ربما أنا يعني إما أن يعطيني تصحيحا هنا، أو إذا أتى هذه المنطقة وأعطاني إم باترن قد أدخل بيع يوز ديكاد. أوكي إذا الآن سننتظر بالنسبة ليوز ديكاد، لن أقوم بأي شيء. ماذا بي اليورو دولار؟ بالنسبة لليورو دولار أصدقائي، فأنا كنت توقعت أن اليورو دولار يعني قد يصعد لمرة أخيرة قبل النزول. يعني لاحظوا هذه الموجة قوية، لاحظوا نحن في تصحيح الآن وهذه الموجة قوية، بالتالي هذه الموجة كذلك ربما يصعد ليعطينا هذا الرانين فلات هنا، ويصعد ليكمل لي الموجة السي وتكون هذا الرانين فلات هو الموجة بي قبل النزول أصدقائي. وأنا لازلت على هذا الاحتمال، إلى ما يعني متى سأقوم ب يعني إلغاء هذا الاحتمال هو عندما يأتي ويعطيني تصحيحا واضحا هنا، تصحيحا واضحا في هذه المنطقة، ومن هنا نبدأ في البيع بطريقة واضحة بدون أي مشاكل. أوكي بالنسبة لي اليورو دولار الآن، فأنا أنتظر لأرى إذا أعطاني تصحيح هنا على فريم الساعة، دبل فريم الساعة، إذا أعطاني تصحيح ريجولار فلات سنبدأ في البيع. أريد تصحيحا ريجولار فلات، ليس لدي أي شيء الآن هنا، ليس لدي أي شيء، يعني لاحظوا لدي هذه الموجة، بالتالي أريد تصحيحا، يعني يبدأ بالتصحيح هنا بهذه الطريقة قبل الدخول في أي صفقات بيع. الشراء أريد أولا أن يكسر لي هذه المنطقة، لاحظوا هذه الموجة الأخيرة، هذه الموجة أريد أن يكسرها إلى الأعلى، يعني يصعد يعطيني تصحيح وهنا أبدأ بالشراء. أوكي طيب، هذا اليورو دولار، يورو كاد، هذه الأشياء، فريم اليومي، سأزيل كل هذه الأشياء لأقوم بإعادة الشرح أصدقائي. طيب نذهب إلى فريم أسبوعي لكي تتضح الصورة أكثر وتتضح لكم أصدقائي كذلك. لاحظوا الموجة الدافعة بالنسبة لي هي هذه الموجة، هذه هي موجة الدافعة، تلاحظون ولدي تصحيح
به موجة أولى، وهذا الباترن الذي وراني انفلات، لاحظون هذه الموجة بي، هل ساعد وأعطاني الموجة سي؟ لنرى هل كسر. نعم كسر، بالتالي يعني البنية هذه هذا التصحيح مكتملة، البنية مكتملة يعني في أي وقت سنبحث عن البيع. طيب شيء آخر لنرى التصحيح هل تم كسره، لنرى تريند لاين، نضع تريند لاين على الفريم الأسبوعي، تم كسر التصحيح، تلاحظون تم كسره. كذلك أريد أن أرى بنية هذه الموجة، هذه الموجة هل هي مكتملة أم لازال بها شيء ما ناقص، لاحظوا لدي هذا الباترن، لدي كذلك هذا الباترن وسطه كونتراكتين. طيب لدي واحد واحد اثنان ثلاثة، والموجة الثالثة بها واحد اثنان ثلاثة. اوكي هل وصلنا الى 127 فيبوناتشي اكستنشن لهذه الموجة الدفع الاساسية؟ نعم نحن الان على 127 فيبوناتشي اكستنشن، يعني هذه منطقة الارتداد. طيب نحن كذلك على تريند لاين، يعني في تريند لاين، نحن في تريند لاين. اوكي يعني ان هناك احتمال كبير ان يعني يصعد اليوروكاد من هذه المنطقة ليكسر لمرة اخيرة ليعطينا خمس موجات بدل ثلاث. اوكي هذا دائما هذا الاحتمال دائما موجود. بالتالي الان أريد أن أرى هذه الموجة كيف هي، هذه هذا التصحيح كيف هو، نذهب إلى الفريم اليومي لنرى كيف هو هذا التصحيح. طيب سأقوم بوضع تريند لاين على التصحيح، هذا هو التصحيح، لاحظون هذا هو التصحيح، بالتالي تم كسره وهو الآن يصحح في هذه المنطقة، تم كسره وهو الآن يصحح في هذه المنطقة. يعني إذا كسر لنا نبدأ بالبيع أصدقائي، إذا كسر هذا التريند لاين نبدأ بالبيع. ولكن لاحظوا أنا يعني لاحظوا هذه الموجة فهي تلاحظون تصحيحية، حتى لو كسر فهناك احتمال كبير يعني يجب تحويل ستوب إلى بريك إيفن في أسرع وقت، لأنه هذه الموجة ليست بموجة دافعة، ليست بموجة قوية، بالتالي هناك احتمال كبير أن يصعد ليعطيني موجة أخيرة قبل النزول. لذلك يجب الحذر من اليوروكاد، ربما قد يصبح الشكل على هذه الطريقة، يصبح لدينا هذه الموجة هي A B C، وإن كان لدينا موجة دفعة تصحيح نبدأ بالبيع. ولكن الآن أظن أنه يعني اليوروكاد ليس، لا أظن أن يعني صعب أن أقوم بالبيع الآن، لأنه أرى أن بنية تلك الموجة الهابطة ليست بموجة دافعة وهي موجة تصحيحية، وبالتالي أظن أنني سأبتعد عن اليوروكاد أصدقائي. من أراد البيع يبيع عندما يتم كسر هذا التريند لاين ويحول ستوب لوز إلى بريك إيفن في أسرع وقت ممكن أصدقائي. أوكي لكن بالنسبة لي أنا سأبتعد عن اليوروكاد، سأبتعد عن اليوروكاد لأنه فقط في تصحيح، وهذا التصحيح لاحظوا تلاحظون هذه الموجة كيف هي، فهي يعني تصحيحية، ليست هناك أي، لاحظوا هذا الباترن بعد ذلك يعني نزل بطريقة تصحيحية وليست بطريقة دافعة قوية. أوكي طيب يوروكاد، نذهب إلى اليورو جي بي واي، بالتالي ابتعدوا عن اليوروكاد أصدقائي، ابتعدوا عن اليوروكاد حاليا. يوروين يوروين نعم اليوروين سأذيل هذه الأشياء ونرى ماذا لدينا في اليوروين. إذن بالنسبة لي اليوروين فهو لي يعني سأحاول يعني هنا لدينا الموجة الدفع الأساسية لدي هذا الشكل، تم كسره، ولكن هل هذا هو التصحيح؟ لا أظن ليس هذا هو التصحيح كاملا، ربما هناك احتمال أن يأتي يعني أن يصعد اليوروين لموجة أخيرة هنا ليعطيني هذا ريجولر قبل النزول لمرة أخيرة. بالتالي أظن أنه يعني اليوروين ربما لي شراء. طيب سأذهب لي أرى هل لدي فرصة للشراء بالنسبة لليوروين. هذا هو تريند لاين، سأقوم بوضع تريند لاين هنا لأرى هل تم كسره. نعم تم كسره. هنا يعني هناك احتمال كبير أن
يكون هذا تلاحظون الذين موجودة في عا تصحيح موجودة في عا تصحيح موجودة في عا بعد ذلك ربما هنا سيكون لدينا تصحيح كبير قبل الصعود. لذلك نحن الآن في تصحيح وسنرى في فريم الساعة هل لدينا أي شيء يعني نقوم بتداوله. يعني الآن ليس لدي أي شيء أقوم بتداوله بالنسبة لليوريان. يوريان ليس لدي أي شيء. سننتظر موجودة دفعة تصحيح قبل الدخول في الصفقة. يعني أريد أن أرى موجودة دفعة تصحيح قبل البدء في الشراء إلى تريند لاين أصفر هنا. أوكي بالنسبة وإذا يعني إذا كان لدي تصحيح بهذا الشكل نقوم بالبيع. إذا كان لدي تصحيح بهذا الشكل لاحظوا يعني ابتدأ يصحح في هذه المنطقة لأنه هذه الموجة كبيرة. إذا كان لدي تصحيح كبير هنا قد نقوم بالبيع ونأخذ 127 في بوناتشي إكستنشن ليس على المدى الطويل ولكن فقط نأخذ 127 في بوناتشي إكستنشن. أوكي وضع تريند لاين هنا لاتي موجة موجة تلاحظون نحن الآن على تريند لاين يعني كسرنا تريند لاين بالتالي هناك احتمال أن يرتد السعر من المنطقة. ذلك يجب الحذر أصدقائي. أنا أكثر للشراء من البيع. أنا أكثر أميل للشراء على البيع. يعني هناك سنة تريند لاين إذا صحح نبدأ في البيع إذا صعد وصحح نبدأ في الشراء. يورو إن زد دي أوكي بالنسبة ليورو إن زد دي أظن أن هذا لازلنا في تصحيح والتصحيح لازال لم يكتمل بالتالي هناك احتمال كبير أن يصعد اليورو نيوزيلاند وعلى الأقل يكسر لنا هذه المنطقة. تلاحظون يكسر لنا المنطقة قبل العودة لأن هذه الشمعة هذه الموجة عفوا كبيرة بالتالي يجب أن يكون لدينا تصحيح كبير قبل النزول لأنه الهدف سيكون 127 في بوناتشي إكستنشن لهذا التصحيح. تلاحظون لهذا التصحيح ولكن يجب اكتمال التصحيح أولا. التصحيح لا زال لم يكتمل بالتالي هناك احتمال أن ينزل من هذه المنطقة. لذلك أصدقائي الآن ربما نبحث عن فرص للشراء سكالبين ولكن البيع ليس لدينا بيع إلا عندما يتم كسر هذه المنطقة عندما يصعد السعر لهذه المنطقة يكسر وبعد ذلك نبحث عن فرص للبيع اليورو نيوزيلاند. أوكي طيب يورو تشيف فقط قبل ذلك أريد أن أرى فريم الساعة أو نعم فريم الساعة في اليورو نيوزيلاند لأرى ما الذي يحدث في فريم الساعة. نعم تلاحظون هذا باترن لاحظون هذا هو الباترن الذي لدينا. بالتالي يعني إن كان لدينا تصحيح هنا وسيكون هناك تصحيح كبير شيئا ما لأن هذه الموجة كبيرة سنبحث عن الشراء إلى هذه المنطقة مدى قصير على المدى القصير ليس على المدى الطويل. أوكي لأن نحن دائما نحن في تصحيح. طيب أوروتشي أوروتشي فهو في اتجاه هابط كما تلاحظون أصدقائي. الآن ليست لدينا كانت لدينا فرصة للبيع من هذه المنطقة الأسبوع الماضي قمنا بالبيع. الآن ليس لدينا أي شيء يجب أن ننتظر أصدقائي. يجب الانتظار ليس لدينا أي شيء بالتالي المر الابتعاد عن اليوروتشيف لأنه ليس لدينا أي شيء وهناك احتمال كبير أن ينزل اليوروتشيف على الأقل يكسر هذه المنطقة ولكن يجب انتظار التصحيح على فريم الساعة مثلا أي تصحيح على فريم الساعة وندخل مثلا. لاحظوا هنا كانت لدينا فرصة في هذه المنطقة تلاحظون هذا رانين فلات يعني كان يجب الدخول مثلا من هذه المنطقة هنا والآن يجب تحويل ستوب إلى بريك إيفن. كان مثلا يجب الدخول في هذه المنطقة رانين فلات كذلك يعني هناك مجموعة من الفرص التي كانت ولكن الآن ليست لدينا أي فرصة. يجب الانتظار لأنه نزلنا بطريقة قوية جدا وبالتالي يجب الانتظار. أوكي إذا ابتعدوا عن اليورو تشيف يورو باوند فريم اليومي. إذا لاحظوا أصدقائي في فريم اليومي ربما هناك احتمال للشراء. لدينا موجة دفعة ولدينا تصحيح 1 2 3 وهناك احتمال أن يصعد اليورو باوند على الأقل لكسر هذه المنطقة. بالتالي نذهب إلى فريم الساعة لنرى هل هناك أي شيء. نعم ننتظر هنا أن يعطينا تصحيح في هذه المنطقة قبل الدخول في صفقات الشراء. إذا اليورو باوند هو للشراء أصدقائي. هذا بلا باوند
باوند يو اس دي فريم اليومي. فريم اليومي تلاحظون لديه مدافعة صاعدة، ولكن هنا هذا لست متيقنا ما الذي يقع في هذه المنطقة. يجب الانتظار لأنه لديه مدافعة بذلك هابطة ثم مدافعة صاعدة ثم مدافعة هابطة. نحن الآن في تصحيح، أريد أن يتم الكسر لهذه المنطقة قبل أن أبحث عن البيع. أريد أن يتم الصعود الباوند يو اس دي إلى هذه المنطقة يكسر قبل أن أبحث عن البيع من هذه المنطقة، لأن والبيع والحذر لأنه هناك احتمال كبير أن يكون هذا كونتراكتين. لاحظوا أن يكون هذا كونتراكتين، والكونتراكتين صعب جدا 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 يعني الفوركاست أو توقعه، لذلك يجب الحذر. بالتالي أنا هذه المنطقة التي سأضع عليها تريند لاين بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة لن ألمسها حتى أرى ما الذي يقع، خصوصا أنه لديه موجة دفعة كبيرة. لاحظوا لديه موجة دفعة كبيرة، بالتالي هذه قد تكون هي منطقة التصحيح الكبير. أوكي، سأبتعد عن الباوند باونديان، أبتعد عن الباوند دولار باونديان إلا إذا كنت أريد أن أقوم بسكالبين باونديان. باونديان لاحظوا هنا باونديان بنيته أكثر وضوح، ربما سنبحث عن البيع. دابا إلى فريم 4 ساعات سأزيل كل هذه الأشياء حتى يتضح لكم الصورة. لاحظوا أوكي سأزيل كل هذه الأشياء. لاحظوا لديه موجة دافعة وأنا الآن في تصحيح، لدي هذا هو التصحيح بالموجة الأولى الثانية. تلاحظون هناك احتمال كبير أن يصعد الباوند يعني إلى هذه المنطقة يعطيني هذا الباتر قبل النزول، أو احتمال الثاني هو أن يصحح في هذه المنطقة يعطيني تصحيحا بهذا الشكل هنا، وهنا أبدأ في البيع أوكي إلى أن يتم كسر هذه المنطقة. بالتالي يجب الحذر أصدقائي، بالتالي هنا سننتظر تصحيحا على فريم الساعة. أريد تصحيحا، فهو الآن هناك تصحيح ولكن أريد أن يكون أكبر من هذا، على الأقل يصل إلى 100 ويصل إلى مثلا 38% هنا في هذه المنطقة قبل أن نبدأ بالبيع، وأريد أن أرى تصحيحا واضحا ريجولار فلات هنا في هذه المنطقة أوكي، لأن هذه الموجة وهذه الموجة تلاحظون فهما قويتان، بالتالي يجب أن نحصل على هذه الموجة، وهي هذه الموجة أظن، وهذه الموجة سنحصل عليها هنا حتى يكتمل هذا الباترن. يصبح لدينا 1 2 3 ثم 1 2 3 وتكون هذه هي الموجة السي أوكي. هذا بالنسبة للباوند يعني، إذن انتظار تصحيح قبل الدخول في صفقة البيع، وعندما يتم كسر هذه المنطقة تحويل ستوب إلى بريك إيفن أو أخذ الأرباح، إلى هذه المنطقة تحويل ستوب إلى بريك إيفن أو أخذ الأرباح أوكي. طيب أصدقائي باوند كات تريب اليومي. طيب نحن الآن يعني في منطقة يعني خطيرة، يجب الانتظار. هنا تلاحظون ربما هذه هي موجتي الدافعة ولدي 1 2 3، هناك احتمال أن يكون هذا أن ينزل هذه المنطقة قبل الصعود، لأنه دائما لدينا احتمال 1 2 3 4 5، وإذا صعد السعر لهذه المنطقة سننتظر أن يصعد يرجع ليعطي يعني رانين فلات هنا قبل أن نبحث عن الشراء. بالتالي باوند كات فهو بعيد شيئا ما عن التداول الآن، هذا الأسبوع ربما بعيد، بالتالي سننتظر. لأنه حتى لو كنت أردت البيع الآن، لأنه تم كسر ذلك الترند لاين لتلك الموجة الأخيرة الصاعدة، لاحظوا تم كسر هذا الترند لاين ولكنه عاد فوقه، بالتالي لنرى هل لدينا أي شيء، أي تصحيح للشراء. نعم لدينا تصحيح للشراء ربما. طيب ما الذي أريد أن أرى؟ أريد أن أرى، لاحظوا لدي 1 2 3، إذا ربما تكون هذه الموجة A، ولدي 1 2 3 ربما تكون قد يصعد لمرة أخيرة ويعطيني الموجة B، وإذا نزل إلى هذه المنطقة أبحث عن الشراء من هذه المنطقة،
ولكن أخذ أرباحي عندما يتم كسر الرأس، يعني عندما يتم كسر هذه المنطقة أبدأ في أخذ الأرباح. أوكي، لأنه نحن يا إما سنكون في expanding flat وأتي الموجة C وسينزل، أو نكون قد يعني نكون في pull back، هذا هو pull back وسيصعد الباوند كاد ليكسر هذه المنطقة. هذا من الاحتمالان، لذلك يجب الحذر أصدقائي. أوكي، إذا سنبحث عن الشراء ولكن عندما يكتمل التصحيح، لأن لازال التصحيح لم يكتمل، لازال التصحيح لم يكتمل أصدقائي، انطلاقا من بنيته، انطلاقا من كيف أرى هذه الموجة. أوكي، طيب نذهب إلى باوند شيت. فريم اليومي، نعم فريم اليومي، اوكي يجب الحذر اصدقائي من الباوند شيف. لاحظوا تم كسر هذه المنطقه، بالتالي اذا ذهبنا الى فيلم الساعه نبحث عن البيع. اصدقائي متى سنبحث عن البيع؟ انطلاقا من كسر هذا الترند لاين، يعني اريد ان ارى كسر الترند لاين، اريد ان ياتي سلع المنطقه يكسر يعطيني تصحيح قبل البدء في البيع. اما الان فهذه الموجه، فهذا التصحيح ليس كاملا، هناك احتمال كبير ان يصعد من هذه المنطقه الى الاعلى، لذلك يجب الحذر اصدقائي من الباوند شيف، تركه حتى يكسر تريند لاين قبل الدخول في الصفقات. اوكي، بيع، لن اقوم بالشراء. باوند اود، اوكي باوند اود، باوند اود فهو دائما للبيع، باوند اود فهو للبيع لانه لدينا تصحيح، تلاحظون لديه موجة دافعة وهذا هو التصحيح، والتصحيح بنيته مكتملة. فالبوند اود انا بالنسبة لي كلما رأيت فرصة للبيع، وقد كنت كنا قد بعناه الأسبوع الماضي وحصلنا على بعض الربح منه، الآن إذا رجع فهذا يعني أن هذا كونتراكتين، تلاحظون قوة يعني هذا الكونتراكتين فهو صعب توقعه، بالتالي تلاحظون إذا هذا كونتراكتين ونزل هذا التريند لاين، إذا صعد وكسر، بالتالي إذا صعد إلى هذه المنطقة الى هذه المنطقة سنبحث عن البيع من هذه المنطقة، او هناك دائما احتمال اخر. ما هو الاحتمال؟ هو سنزيل هذا التريند لاين، لاحظوا اريد ان ارى كسر لهذا التريند لاين، لاحظوا كسر تصحيح كونتراكت ريجولر ونبيع الى هذه المنطقة. لماذا؟ لانه هناك احتمال كبير ان يكون هذا راني انفلات ويصعد من هذه المنطقة ليكسر بعد ذلك النزول. اوكي، لذلك يجب الحذر اصدقائي. اذا انتظار بريك اوت ريجولار فلات قبل البيع، والبيع فقط الى هذه المنطقة، يعني فقط الى ترند الى هذه المنطقة، البيع فقط الى هذه المنطقة هنا. اوكي، ده بالنسبة لي الباوند اوت. باوند ان زد دي نفس البنية أصدقائي، سننتظر كسر ذلك، كسر هذا التريند لاين، تلاحظون كسر التريند لاين، يعني أريد أن يتم الكسر، تصحيح، نبيع، وعندما يتم كسر هذه المنطقة نقوم بأخذ الأرباح أو تحويل ستوب إلى بريك إيفن. تلاحظون هنا أن هناك احتمال كبير أن يكون هناك لاحظوا هنا لدي هذا الباترن، لدي هذه الموجة، لدي هذه الموجة قوية، بالتالي هناك احتمال كبير أن ينزل هذه المنطقة يعطيني رانين أو إكسباندين قبل الصعود لمرة أخيرة، لتكتمل هذه الشمعة بها واحد، هذه الموجة بها واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة قبل النزول. أوكي، لذلك أصدقائي يجب الحذر، بالتالي يجب انتظار التصحيح. وانا عندما اتحدث عن التصحيح اريد تصحيحا ان يكون واضحا في هذه المنطقه بعد كسر التريند لاين، لانه هناك احتمال كبير ان يصعد السعر من هذه المنطقه الى هنا، لانه تم كسر هذا التصحيح، ان كان هذا هو كله هو التصحيح فقد تم كسره. اوكي، طيب اكملنا ازواج الباوند، نذهب الى ازواج الاوزي فقط، لا ساخذ الاوزي بي اس دي.
هذا ما توقعنا الأسبوع الماضي، توقعنا البيع للأو جي في ستي، والآن الآن يجب الحذر، الآن يجب البدء في الحذر. لماذا يجب البدء في الحذر؟ لأنه هناك احتمال كبير أن يكون هذا ران ينفلت، لاحظ أن يكون هذا ران ينفلت أو إكسباندين. تلاحظون هنا، لاحظوا لدي هذه الموجة وبعد ذلك لدي هذا البول باك قوي، وقد يكون هذا هو الباترن ويصعد الأو جي في ستي من هذه المنطقة. لذلك أريد أن أنتظر، ما الذي سأنتظره؟ أريد أن أنتظر تصحيحا في هذه المنطقة على فريم الساعة قبل البدء في البيع. إذا أردت البيع خصوصا أن هذه البنية مكتملة، 1 2 3، إذا أردت البيع أريد أن أرى تصحيح هنا قبل البدء في البيع. وبالنسبة للشراء أصدقائي أريد كذلك موجودة في عائلة الأعلى تصحيح قبل البدء في الشراء. هنا الآن ابتدأنا، هذه منطقة صعبة جدا، هنا اقتربنا من منطقة خطيرة، منطقة الارتداد. لذلك أريد أن أرى تصحيحا إلى هذه المنطقة أو أرى موجة دافعة تصحيح قم بالشراء. نزيد دي اس دي فريم اليومي. إذا هنا أصدقائي في فريم اليومي، ربما أنا أتوقع الانزيد دي أن يصعد، لأنه يعني لدينا موجة دافعة كبيرة، وحتى التصحيح ربما أتوقع أن يكون أكبر من ذلك. بالتالي تلاحظون أظن يعني إذا كان هذا هو التصحيح، إذا كان هذا كله هو التصحيح، لاحظوا هذا هو التصحيح، فالانزيد دي اس دي ربما نحصل على موجة أخيرة هنا. إذا كان هذا هو التصحيح سنحصل على مثل هذه الموجة هنا، تلاحظون هنا في هذه المنطقة. إذا كان هذا هو التصحيح كاملا هي 5 موجات، أما إذا كان هذا فقط الموجة A، ولاحظوا الموجة B بها 1 2 3، موجة B وهي تصحيحية، هناك احتمال كبير أن يأتي السعر من هذه المنطقة يصعد يكسر يعطيني الموجة السي هنا. تلاحظون الموجة السي في هذه المنطقة، لذلك يجب الحذر كذلك من الانزيد دي اس دي. بالتالي كيف سأقوم بتداول هذا الانزيد دي اس دي؟ سهل جدا، كل ما سأقوم به هو أنني سأذهب إلى فريم الساعة وسأنتظر تصحيح للبيع، لاحظوا تصحيح لكي أقوم بالبيع. يعني لنقوم بحساب هذه الذي هي 1 2 3، ثم بعد ذلك اعطاني راني فلات اي 1 2 3، ثم بعد ذلك اعطاني هذا واعطاني هذا 1 2 3 كونتراكتين. تلاحظون كونتراكتين، بالتالي هي 1 2 3. الان هذه الموجه مكتمله بها ثلاث موجات، وتلاحظون يعني الطريقه التي اقوم بحساب الموجات هي مختلفه جدا عن اليوت، جدا مختلفة جدا عن اليوت ويف. اوكي، فهذه ويف ثيوري ليست اليوت ويف. طيب الان اريد فقط تعديل هذا الترند لاين لكي يكون صحيح. نحن الان على الترند لاين، يعني قريبين من الترند لاين او فوق الترند لاين، او يعني قريبين من الترند لاين. بالتالي هذه المنطقة هي منطقة ارتداد قوية جدا. لذلك الان بما ان هذه البنية مكتملة، سنقوم بوضع الترند لاين بهذه الطريقة، سأزيل هذا الترند لاين. طيب الآن لدي احتمالان، دائما لدي احتمالان. الاحتمال الأول هو أريد أن أرى تصحيحا للبيع، أو أريد أن أرى موجة دافعة تصحيح للدخول في الشراء. ليس لدينا أي شيء آخر من غير هاتين هذان الاحتمالان. اوكي، بالتالي انزيد دي اس دي انا اميل اكثر للشراء. كمان اوكي، طيب اريد فقط ان اضع الفيبوناتشي لارى اين وصلنا في هذه الموجه، يعني اقتربنا من 38.1%. بالتالي هنا اذا وصلنا الى 38 وحصلت على ان باترن، على دبليو باترن هنا، يعني اذا وصلنا الى 38 هنا في المنطقه ولدي هنا
W pattern هنا وهنا سأقوم بالشراء. عفوا. طيب رأينا إز دي بي إس دي، رأينا أو دي بي إس دي، رأينا اليورو دولار، رأينا الدولار. ذهب إلى الجولد. أوكي، بالنسبة للجولد أصدقائي ذهب إلى فريم الويكلي لنرى ما الذي يقع. إذن بالنسبة للجولد أصدقائي نحن الآن على، نحن الآن في تصحيح و نحن على 61.8%. آخر موجة أريد أن أرى، لاحظوا هذا هو الباتر الذي لدينا، هذا الباترن لاحظوا، كان لدينا هذا الكونتراكت لاحظوا، والآن لدينا موجة بها 1 2 3 4 5، يعني مكتملة. يعني إن أراد الجولد أن يصعد مرة، أن يصعد أكثر، لا يجب أن يكون هناك تصحيح، يا إما أن يأتي التصحيح إلى هذه المنطقة ويعطيني رانين فلات قبل الصعود، أو يأتي إلى هذه المنطقة ويعطيني إكسباندين فلات قبل الصعود، لا بد من ذلك. أوكي طيب 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 طيب، لنذهب إلى فريم الأربع ساعات لنرى هذه الشمعة الأخيرة كيف هي، أو فريم اليوم لنرى. طيب لنرى ماذا لدينا، لدينا 1 2 راني فلات 3، هناك احتمال كبير أن يصعد السعر إلى المنطقة ويعطيني 5، أي 1 2 3 4 5، على هذا هو السايكل إليوت ويف. وبعد ذلك لأنه لاحظوا هذا البول باك قوي، هناك احتمال كبير أن يأتي هذا البول باك إلى المنطقة يعطيني رانين، وبالتالي يصبح لدينا 1 2 3 4، ثم يصعد يعطيني 5 قبل البدء بالبيع ل فور لونج تيرم، أو 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 هناك احتمال آخر أصدقائي بالنسبة للجولد، احتمال آخر هو أن يصعد إلى هذه المنطقة ثم يعود ليعطيني ريجولر فلات، تلاحظون ويصبح لدينا 1 2 3 4 5 قبل البيع. اوكي، اذا الجولد هو للشراء على المدى القصير، لكن ليس الان، ساقول لكم متى، وللبيع على المدى الطويل اصدقائي. طيب نذهب الى فريم الاربع ساعات والساعة مباشرة لنرى ما الذي يقع. اذا هنا على فريم الساعة اصدقائي لاحظوا هذا الباتر الذي لدي، لدي هذا الباتر هنا، هذا كونتراكتين، نعم كونتراكتين، كونتراكتين فلات، لدي اريد حسابة فقط هاتي جا، لدي 1 2 3، بعد ذلك لدي كونتراكتين 1 2 3 مكتملة، بالتالي هنا حتى ولو صعد الجولد إلى هذه المنطقة سيكمل لنا 1 2 3، أي 1 2 3، بعد ذلك سنبحث عن هذا الباترن هنا، يعني سنبحث عن هذا البول باك في هذه المنطقة ليكمل لي هذا الباترن قبل الصعود مرة أخيرة. بالتالي يجب الحذر من الجولد أصدقائي، الجولد يجب الحذر من الجولد. بالتالي بماذا سأقوم الآن؟ سأنتظر، أريد أن يتم كسر هذه المنطقة، أن يصعد الجولد إلى هذه المنطقة يكسر، بعد ذلك موجة دافعة تصحيح، هنا أبحث عن البيع، ولكن على المدى القصير ليس على المدى الطويل، ربما إلى هذا التريند لاين، مثلا هذا التريند لاين فقط، وسأرى كيف سيأتي السعر. هل هو يصحح؟ إذا كان يصحح فهناك احتمال كبير أن يصعد لمرة أخيرة، جاء بقوة، سنبقى في السقة، لأن هذا يعني أن الجولد سينزل. أوكي، سينزل إلى أين؟ إلى هذه المنطقة، إلى كسر هذه المنطقة هنا، حتى تصبح لدينا الموجة الدافعة هذه، تلاحظون هي كبيرة، والتصحيح كذلك سيكون كبيرا إلى هذه المنطقة قبل الصعود مرة أخيرة. أوكي، بالتالي سأبحث عن البيع. إذا أول شيء سأقوم به، أريد أن يتم صعود الجولد، بعد ذلك سنضع تريند لاين، إذا صعد سنضع تريند لاين بهذه الطريقة حتى نكون more aggressive،
او نزيله وننتظر. انا اريد ان ارى الجولد يصعد بذلك يعطيني موجة دافعة تصحيح قبل الدخول بالبيع، لان هناك احتمال كبير ان لم تدر تصحيح ان ياتي الى المنطقة وينزل يعطيني رانين فلات قبل الصعود. اوكي، لان هذا البول باك قوي تلاحظون، اريد تصحيحا مثل هذا التصحيح مثلا او يعني اصغر منه قليلا، مثلا هذا التصحيح هنا قبل البدء في البيع. اوكي، تاخرنا كثيرا في الجولد. يو اس اويل فريم اليومي، نعم فريم اليومي ليس لدينا اي شيء. تلاحظون هنا لدينا هذا الباترن اللي اقتربنا الان من البحث عن شراء الجولد الاويل. تلاحظون يعني اظن ان الاويل سياتي لكسر المنطقه قبل الصعود ان كان سيصعد. اوكي، بالتالي الاويل فهو للشراء وليس للبيع. سننتظر لنرى على فريم الساعه الذين موجه دافعه تصحيح. اريد موجه دافعه ثم تصحيح، اريد موجه دافعه تصحيح قبل الدخول في الشراء. ماذا بقي لدينا؟ سيلفر، سيلفر فريم اليومي وزيلة الأشياء. طيب سيلفر أتوقع على الأقل أن يصعد إلى المنطقة، لأنه هذا هو الباترن. لاحظ هذا هو الباترن، هو الباترن. ولكن هنا لاحظوا اذا كان هذا هو التصحيح كاملا فالسيلفر سيصعد من هذه المنطقه وقد ينزل هذه المنطقه ثم يصعد. بالتالي هنا اصدقائي ماذا سنقوم؟ ماذا سنقوم؟ سننتظر اصدقائي ان يرجع السيلفر الى هذه المنطقه. سننتظر رجوع السيلفر الى هذه المنطقه. لاحظوا معي هنا، وبعد ذلك نبحث عن الشراء. اذا كان لدينا ام باترن او عفوا دبليو باترن او اي شيء، وعندما يتم كسر هذه المنطقه نحاول الستوب الى بريكين، لانه في تلك المنطقه ستكتمل لدينا الموجه الخامسه لهذه الموجه. 1 2 3 4 5، هناك احتمال كبير ان ينزل قبل ان يصعد، لذلك يجب الحذر. اوكي، اذا هذه هي كل الفرص التي هذا الاسبوع سيكون صعبا شيئا ما، لانه ليست هناك فرص جيده ارتقائي لحد الساعه. اذا بقيت لدينا الكادين، سنرى الكادين كذلك، كاد مهم ان نرى هل هناك اي فرصه. نعم بالنسبة للكادين اصدقائي هناك فرصة للبيع. سننتظر، أريد أن أرى تصحيحا هنا قبل أن نبيع. أريد أن أرى تصحيح، يعني أريد أن أرى تصحيح إذا بدأ في الساعة. طيب نعم أريد أن أرى تصحيحا قبل البدء في البيع. لاحظوا هذه الموجة فهي كبيرة، أريد تصحيحا كبيرا قبل البدء في البيع أصدقائي، لأنه من بنية هذه الموجة أرى هل هذه الموجة في المستقبل ستكون على شكل أي بي سي أو ستكون على شكل 1 2 3 4 5 إليوت. اوكي، وهذا هو هذا هو الفرق بيني وبين إليوت. انا استطيع ان اقوم يعني بالفوركاستين او تقدير كيف سيكون شكل الموجه المستقبليه انطلاقا من الموجه الاولى، يعني اقوم بتحديد الموجه الاولى وعندما احددها استطيع معرفه كيف ستكون الموجه الثانيه التي ستاتي في المستقبل. ويعني كما تلاحظون من اراد تعلم هذه الطريقه فما عليه الا ان يتصل بي عبر الواتساب. وإن شاء الله دائما هناك دورات تدريبية، والدورات التدريبية تكون على شكل 1 to 1. لا أقوم بدورات تدريبية، لم أعد أقوم بدورات تدريبية لمجموعة، لأن لاحظت أن الكثير من الإخوة لا يستفيدون عندما تكون هناك مجموعة. بالتالي فضلت أن يكون هناك يعني 1 to 1، يعني واحد لواحد بنفس السعر، أن تكون هناك أي زيادة أصدقائي. فقط الهدف هو أن يعني يكون هناك الفهم أكثر. بالنسبة لقناة التوصيات فسنبدأ بقناة توصيات جديدة في شهر فبراير لأصحاب الحسابات الصغيرة، سيكون سعرها أقل ب 70% من قناة التوصيات العادية. قناة التوصيات العادية فهي ب 100 دولار للشهر، وقناة القناة الجديدة ستكون فقط ب 30 دولار لأصحاب الحسابات الصغيرة لنساعدهم على أن يربحوا إن شاء الله.
فقط تحذير التداول هو صعب. 90% من المتداولين يخسرون أموالهم. لذلك المر الحذر أصدقائي والمر التركيز عند الدخول في أي صفقة أصدقائي. كان معكم وسام من قناة العلم يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.